السلام عليكم. اليوم نروحوا البلدية تاع قالما لنقف على الأشغال نتاع الخط السكك الحديدية الرابط بين مدينة عنابة أو ميناء عنابة و إلى حدود ولاية تبسة، تقع مناجم الحديد وكذلك مناجم الفوسفات. فإذن اليوم رانا بصدد الوقوف امام الاشغال التي تقع في ولايه قالما في بلديه بوشقوف، واللي يبلغ طولها الجزء هذا 54 كيلومتر، وين في مبادره في الاشغال اللي كما نعلم تخص العمليه نتاع تحسين المسار نتاع هذا الخط تاع السكك الحديديه وكذلك ازدواجيته وكذلك كهرباته اللي خاصة يساهم في العملية نتاع التطوير والتنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية للوطن. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم. الخط المنجمي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي عنابة وتبسة مرورا ببلدية بوشقوف بقلمة، هذه الولاية التي يمتد بها المشروع على مسافة 54 كيلومتر. الأشغال به تسير بوتيرة متسارعة وبفرق تربط النهار بالليل. عاوننا في التوظيف وخلق مناصب كثيرة للشغل لشباب البطالة، وانا واحد منهم اني توظفت في هذا المنصب كعامل اشاسو امن ووقايه اني نحافظ على سلامه العمال في اداء مهامهم. بدانا في اشغال تيراسمون لي ترافو ديكاباج لي ترافو لوفرتير دو كولوار من لاكار تاع بوشقوف فير الطرف. يحتوي على 30 منشأة فنية مخصصة للطرقات، 66 منشأة لتصريف المياه لزوفراج دو دريناج، نفقين بطول 1850 متر، ورشات عديدة مفتوحة والكل هنا يعمل على تجهيز الأرضية مع إنجاز نفقين لضمان السير الحسن للسكة الحديدية، وبسبع شركات وطنية تتشارك في عملية الإنجاز. عندنا 14 كيلومتر من أشغال السكة الحديدية، فيها كذلك نفق على مسار كيلومتر و150 متر، منشآت فنية ومنشآت تصريف المياه ومنشآت هيدروليكية. نسعى كذلك إلى رفع العراقيل التي قد تعترض الإنجاز بالتوازي مع إطلاق الأشغال، خاصة تحويل نقاط تقاطع مختلف الشبكات كالألياف البصرية، خطوط الكهرباء ذات الضغط سواء كان متوسط أو منخفض، كذلك قنوات الغاز، قنوات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. شريان يربط خمس ولايات شرق البلاد ببعضها، عند الانتهاء منها سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال نقل هذه الثروات للاستثمار من جبل العنق إلى ولاية عنابة.